السيسي وتبون في الكويت لبحث ملفات التعاون المشترك وتنقية الأجواء بين الأشقاء العرب. في ذكرى الحراك الجزائري، أحزاب المعارضة تنتقد الاعتقالات وتطالب بالإصلاح السياسي. برنامج اليوم مع رؤى ريان ولين البديري. صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. نأخذكم في جولة صباحية على أبرز الملفات العربية والعالمية، ومن هذه الملفات وضع خطة عربية بمعايير دولية لتربية وتثقيف في مجال حقوق الإنسان حتى عام 2026، حيث أعد فريق خبراء من جامعة الدول العربية مسودة نهائية من المشروع، وتم رفعها إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي ستعقد من 22 إلى 24 من شهر فبراير بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأيضا مشاهدينا، شاركونا آراءكم فيما ينقص حقوق الإنسان في البلاد العربية، هل هي خطة للتربية والتثقيف في هذا المجال بالفعل، أم تفعيل القوانين وتنفيذها على الجميع؟ ضمن رؤيتها لرئاسة جامعة الدول العربية، تواصل الكويت عقد اللقاءات والقمم بين مختلف القادة والرؤساء العرب على أكثر من صعيد ضمن مساعي لتنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب، وفق تصريحات لوزير خارجيتها أحمد الناصر. استكمالا لهذه الخطوات، تجري الكويت ترتيبات لعقد قمة ثلاثية تجمع مصر والجزائر، حيث يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في زيارة رسمية هي الأولى خلال عهد أميرها الحالي نواف الأحمد الصباح، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون للكويت قادما من قطر، بعد أن شارك في فعاليات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الدوحة. ومن المفترض أن تتطرق الحوارات الرسمية بين الأطراف الثلاث لعدة محاور مهمة، فعلى الجانب المصري الكويتي سيتم بحث تعزيز الاقتصاد والتعاون التجاري بين البلدين، وسيكون ملف العمالة المصرية في الكويت حاضرا على طاولة اللقاءات، في حين سيبحث تبون تفاصيل عقد القمة المقبلة لجامعة الدول العربية في بلاده خلال الشهر المقبل، فضلا عن بحث الأزمات التي تواجه عددا من الدول العربية على مختلف الأصعدة. عموما مشاهدينا، حتى نتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ينضم إلينا رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور فهد الشليمي. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية، ما هي الترتيبات والمحاور المطروحة على جدول أعمال القمة الثلاثية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير عليكم. أنا أعتقد مهمة الزيارة، خصوصا لما تكون من رئيسين، الرئيس الذي يستضيف القمة والرئيس الذي موقع بلاده في منتصف القمة الجغرافية للدول العربية. الكويت هي رئيسة الجامعة العربية في هذا الوقت، أيضا رئيسة المجلس الوزاري الاقتصادي. كان هناك برين ستورمينج، كان هناك عصف ذهني لوزراء الخارجية، أكثر من 20 وزير خارجية كان عندنا في الكويت منذ حوالي شهر، بالتالي مناقشة العلاقة على الأقل تخفيف الأضرار، هذا شيء مهم جدا، خصوصا بعد المصالحة الخليجية. الآن لو تشوفين الوطن العربي تلاقين مشكلة في المغرب وبين الجزائر، مصر مع أثيوبيا، بالتالي أعتقد في تحديد أولويات، وأيضا قد يكون هناك تأهيل الحقيقة أو مقترح لدخول سوريا، لكن أعتقد أن هذا هو مجرد مقترح، لم يحن الوقت الآن لي. طيب سيد فهد، يعني فعليا هذه ستكون الزيارة الأولى للسيسي إلى الكويت في عهد أميرها الحالي، إذن لو تكلمنا أكثر عن ملامح تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال بين مصر والكويت. يعني مصر دولة مهمة جدا بالنسبة لنا في الكويت، الكويت تشكل ثاني شريك تجاري عربي في مع جمهورية مصر العربية. النقطة الثانية، الكثير من الاستثمارات، مصر نعتبرها في الكويت أو في مجلس التعاون الخليجي هو العمق الدفاعي لدول الخليج العربي. عندنا الكثير من الأخوة المصريين الحقيقة، العمالة المصرية اللي نحترمهم ونقدرهم. في مصر
مصر مقبلة على نشاط اقتصادي. كل هذه الحقيقة تجعل في فرص تجارية. آخر هذه الفرص التجارية رئيس غرفة التجارة سيد محمد الصقر كان متواجد في جمهورية مصر، ورئيس البرلمان الكويتي سيد مرزوق الغانم امبارح او قبل امبارح كان مع الرئيس السيسي. طب دعنا نتحدث عن الجانب الجزائري، يعني ماذا سيبحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الكويت، خاصة وان نسخة الجامعة العربية ستعقد الشهر المقبل في الجزائر؟ صحيح، أنا أعتقد الرئيس فخامة الرئيس الجزائري تبون أعتقد عمل ضربة معلم، زار دول المنتجة للغاز، الدول 11 المنتجة للغاز وهي في الدوحة، وأيضا مر على مصر ونسق مع مصر منتصف الدول الشمال الأفريقية ومنتصف الخارطة العربية، بقي دول الخليج. الكويت هي الأقرب للقيام بدور الميدييتر. نعم. الكويت ووجود 20 وزير خارجية كان هناك طرح لأفكار، فبالتالي أعتقد أن الكويت محطة موفقة للنجاح القادم للقمة. الكويت تستطيع أن تستشف منها ما هو موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل، تستطيع أن تكون مودريتر بين أي خلاف عربي عربي، وهذا أعتقد الحقيقة قدوم الرئيس الجزائري للتنسيق. وقد يزور دول أخرى، يعني الرئيس الجزائري قد يزور دول متعددة، لكن هو بدأ في الكويت أو تواجد في الكويت لإعطاء نوع من المرونة وقراءة الأفكار العربية التي كانت في الكويت منذ حوالي شهر ونصف. نشكر مداخلتك معنا لهذا النهار رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور فهد الشلابي، شكرا جزيلا لك. بينما يسعى الرئيس الجزائري لتحسين الاقتصاد، تنتقد المنظمات الدولية واقع الحريات في البلاد، حيث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي. وأشارت المنظمة إلى أن سلطات أمنية تحتجز نحو 300 ناشط من المدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية قضايا التعبير عن الرأي، وهو ما نفاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدا عدم وجود أي سجين رأي في البلاد، وأن المعتقلين احتجزوا لتنظيمهم تظاهرات دون الحصول على ترخيص، وهو ما نفته أحزاب المعارضة، مؤكدة إطلاق السلطات لحملة أمنية واسعة لاعتقال النشطاء بالتزامن مع الذكرى 23 من فبراير الذي أنهى بالإطاحة بحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. لأشهر طويلة كانت هذه الشوارع قبلة للمحتجين الذين رفعوا شعارات التغيير عاليا. الحراك الشعبي في الجزائر يبلغ ذكراه 3 بعد أن دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة بعد عقدين من الحكم وإجراء محاكمة تاريخية أدت إلى سجن مسؤولين سابقين، إضافة إلى إجراء انتخابات أفضت إلى تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد. إذن هي مكاسب تحسب للحراك الشعبي، لكن بالنسبة للعديد من الناشطين فإن مسيرة الحراك لا تزال طويلة لتحقيق جميع المطالب. وقبيل الذكرى 3 للحراك الشعبي، طالب حزب حركة مجتمع السلم أكبر أحزاب المعارضة السلطة بالاستجابة لمطالب الحراك وتمكين الجزائريين من التغيير السياسي وإقامة نظام حكم واضح يتحمل فيه الرئيس المسؤولية وعدم تكرار السياسات السابقة، وكذلك الحد من التضييق على الحريات والإغلاق الإعلامي في البلاد. موقف آخر سجله حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة، الذي أصدر بياناً يطالب فيه السلطة بوقف ما أسماها الممارسات التعسفية والقمعية، مضيفاً أن البلاد بحاجة إلى أجواء من التهدئة وإعادة الثقة وإلى تغليب الحكمة والعقل في ظل ركود سياسي وارتباك اقتصادي واجتماعي. وفي المقابل يعتبر آخرون أن الحراك الشعبي في الجزائر أنهى مهمته بعد أن تمكنت البلاد من تغيير مؤسسات الدولة عبر انتخابات نيابية ومحلية أشرفت عليها سلطة مستقلة للانتخابات ضمنت شفافية ونزاهة الاستحقاقات الأربعة التي عرفتها البلاد منذ العام 2019.
وتتجه الأنظار إلى ساحات البريد المركزي وموريس أودان وديدوش مراد في وسط العاصمة الجزائرية لمعرفة حجم رضا الجزائريين عن المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، لتبقى تلك الساحات والشوارع متنفساً للكثيرين. وبلغة الأرقام تشير المنظمات الحقوقية الدولية إلى اعتقال السلطات الجزائرية لعدد واسع من المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توثق منظمة Human Rights Watch احتجاز 280 معتقل رأي في السجون. وتنتقد المنظمة كيل السلطات لتهم الفضفاضة كالإرهاب والمس بالوحدة الوطنية للمعتقلين. كما وثقت منظمة العفو الدولية خوض نحو 40 محتجزا على الأقل في السجون سجون الجزائر إضرابا عن الطعام نهاية الشهر الماضي احتجاجا على اعتقالهم، في حين انتقدت هيئة الدفاع عن السجناء سجناء الرأي قيام السلطات بنقل أكثر من 20 ناشطا من المضربين عن الطعام لسجون أخرى بهدف إضعاف حملتهم وكسر إضرابهم، في حين وثقت أحزاب المعارضة استهداف السلطات لها من خلال حملة ممنهجة أصدرت من خلالها السلطات القضائية قرارا بإيقاف حزب العمال الاشتراكي وهددت حزب آخرين. من جانبه ثمن البرلماني علال بوثلجة جهود الحراك ودوره الأساسي في تمهيد لمرحلة إعادة صياغة مؤسسات الدولة، وأكد النائب عن حزب حركة البناء أن المسار الديمقراطي لا ينجز خلال فترة قصيرة بل يحتاج لمراحل من العمل والبناء، مؤكدا أن الدولة الجزائرية تسير بخطى متقدمة في هذا المجال. الحراك الشعبي المبارك أعطى فرصة ثانية للجزائر، الجزائر بعد الاستقلال، بحيث أنه سمح في إطار المسار الدستوري اللي اختارته الدولة بقيادة الجيش الوطني الشعبي وطبقة سياسية بتجديد مؤسسة الدولة، بداية برئاسة الجمهورية من خلال انتخابات رئاسية مسبقة، وبعدها برنامج رئيس الجمهورية اللي كانت إحدى الركائز نتاعو هي تعديل الدستور ثم تجديد بناء مؤسسة الدولة. المسار الديمقراطي في الجزائر وفي دولة أخرى لا يبنى في سنة أو سنتين ولا يبنى في 10 أو 20 سنة. الحراك واش كان المطالب نتاعو؟ كان المطالب نتاعو أنه يكون عنده مؤسسة تاع الدولة سيادية حقيقية تمثل الشعب الجزائري. أنا نشوف بأنه هذا الشيء اليوم يعني تم تحقيقه. الآن المطالب الاجتماعية، المطالب المتعلقة يعني بالعمل على الحريات والمجال السمعي البصري والدورة على المجتمع المدني، هذا الشيء اللي أنا قاعدين نعمله عليه الآن، ويعني وخطط فيه الدولة خطا كبيرة. للحديث أكثر ينضم لنا من الجزائر المحلل والباحث السياسي السيد محمد سيبشير. أهلا وسهلا بك سيد محمد. يعني في البداية اسمح لي أن أسألك سؤال مركب، ما هو واقع الحراك الشعبي والاحتجاجات خلال هذه المرحلة، خاصة أن المنظمات الحقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والسلطات تنفي وجود هؤلاء المعتقلين؟ إذن يعني كيف يمكن قراءة المشهد السياسي والأمني في الجزائر؟ صباح الخير سيدتي ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أظن بأنه عندما نتحدث عن الحراك يجب أن نكون موضوعيين. الحراك فكرة، فعل ومشروع. عندما انطلق الجزائريون منذ 3 سنوات للتغيير المشهد السياسي، انطلقوا من واقع وهو وجود فساد، وجود قوى كما وصفها قائد الأركان السابق رحمه الله القايد صالح، قوى غير دستورية على رأس الدولة تستحوذ على أموال الدولات بمساعدة ناهبي أموال الشعب وليس رجال الأعمال. كل هذه الأمور كانت تساهم في جعل الدولة تقريبا تسير نحو الفشل، والحراك عمل على تنفيذ مشروع للتغيير. هذا المشروع كان سيؤدي وأدى في بعضه إلى تغيير ممكن
يمكن أن نؤكد بأنه أنهى فترة الفراغ وفترة وقضى على الفساد نسبيا ولم يقضي عليه كله، لأنه التغيير كما قال أحد محدثيكم في تقريركم، التغيير لا يقع، الفعل السياسي ليس فعل سنة أو سنتين، وبناء المؤسسات يطول لأجيال. إذن المشهد السياسي والأمني في الجزائر هو مشهد يسير بين يعني الحفاظ على الأمر الواقع، تقريبا الأمور فيها ما تغير وفيها ما ينتظر أن يتغير. هناك أكثر من 300 شخص موجودين الآن في السجون، السلطة تقول بأنهم متهمين بتهم محددة، في حين أن المنظمات الحقوقية تقول بأنهم سجناء ري. إذن هناك فرق في استخدام الألفاظ، والرئيس تبون أكد في أكثر من لقاء بأن الديمقراطية هي الاستخدام جيد لوسائل الوصول إلى الحكم ووسائل الحديث. وهناك من عرض على السلطة وسيلة لإطلاق سراح هؤلاء من خلال حوار يجري بين السلطة وبعض ممثلي الحراك أو بعض ممثلي الطبقة السياسية. طيب دعنا نتحدث بالتفصيل أكثر. يعني المؤسسات الدولية على اختلافها تؤكد يعني أن برنامج عملها يتسق مع مطالب الحراك من ناحية الإصلاحات السياسية وأيضا الاجتماعية. إذن يعني أين يكمن الخلاف؟ طبعا يكمن الخلاف في تعريف بعض المفردات، لأن كلمة الإصلاح فضفاضة. لماذا؟ لأننا نرى كلنا منذ الموجة الأولى لما يسمى بالربيع العربي الذي بدأ إصلاحا ثم تحول إلى مشاريع لتهديم الدولة، هذا المشروع المسمى ربيع العربي أدى في بعض العمليات الديمقراطية الحقيقية إلى تغيير، لكن هذا التغيير لم يعجب لا المجتمع الدولي ولا السلطات القائمة في البلدان العربية. لماذا؟ لأنه أدى إلى خروج يعني حركات سياسية غير مقبولة لا دوليا، غير مقبولة دوليا في البلدان العربية، لأنها تحاول أن تغير موازين الحقائق الموجودة في منطقتنا. طبعا هذه الأمور كلها تضغط على ما يسمى بعملية الإصلاح وكرامة المواطن العربي. إذن إذا وضعنا هذه المصطلحات بمفاهيم واضحة يمكن أن نفهم لماذا فشلت الموجة الأولى والموجة الثانية قربت أن تفشل ولم تحقق أهدافها كلها. سيد محمد، لضيق الوقت يعني هناك أسئلة كثير أود أن أسألها وأطرحها عليك. يعني ماذا عن أحزاب المعارضة خاصة وأنها تنتقد ما تواجهه من تهديدات بالإغلاق والحل السياسي لها لانتقادها للحكومة؟ يعني هل تتوقع أن يتم قمع السلطات، أن تقمع السلطات أصوات المعارضة، خاصة وأن الدستور الجزائري الجديد أكد على صون حرية التعبير والتأكيد على الحريات؟ لا، أنا سأكون موضوعي في هذه النقطة. لماذا؟ لأن أحزاب المعارضة تنقسم إلى قسمين، القسم عدمي لا يريد أي وساطة بين السلطة والمجتمع المدني، هذه العدمية لا تؤدي إلى شيء، لا أشارك في الانتخابات، لا أحاور، لا أضع تمثيل للحراك، هذه عدمية غير مقبولة. هناك معارضة مقبولة، لكن هذه المعارضة لا يسمع لها صوت. لماذا؟ لأنها لا تمتلك وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام مغلقة على هذا الصوت. إذن هذه المعارضة حتى يسمع صوتها يجب أن تعود إلى الأساسيات السياسة وهي التسوية. لا يمكن تغيير المؤسسات في سنة أو سنتين، كما لا يمكن رفض كل ما يأتي من السلطة. العدمية لا تأتي بشيء، وهذا ما كنا نقوله منذ 2019 عندما بدأ الحراك. الحراك ليس له ممثلين، الحراك لا يقبل بأي مبادرة للحوار، لا يقبل بالانتخابات، لا يشارك. هذه العدمية لا تخدم المسار التغييري في شيء. إضافة طبعا من جانب السلطة، أنه السلطة عندما رأت هذه العدمية تعاملت بفوقية ورفضت أي حوار مع الجانب الذي كان يريد
يريد أن يقضي على الأدمية ويشارك في حركة تسوية بين السلطة والمعارضة. وهذه المعارضة هي التي تحاول السلطة الآن أن تتصل بها، أن تعمل معها لإحداث تسوية في المستقبل بعد إتمام بناء المؤسسات كما قال تقريركم. نشكر مداخلتك معنا لهذا النهار من الجزائر المحلل والباحث السياسي محمد سبشير، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدين من جديد. يقود وزير الزراعة الأمريكي توم فيلزاك بعثة أمريكية إلى الإمارات تضم نحو 40 شركة ومجموعة زراعية أمريكية. تعقد هذه البعثة فعاليات تركز على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركاء دوليين لمكافحة تغير المناخ، ويشارك وزير الزراعة الأمريكي في رئاسة الاجتماع الوزاري الأول لبعثة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها الولايات المتحدة والإمارات في نوفمبر الماضي خلال قمة غلاسكو للمناخ. وفي تصريحات خاصة لقناة الحرة قال وزير الزراعة الأمريكي توم فيلزاك بأن الولايات المتحدة أطلقت مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ للمساعدة في التخفيف وأيضا التكيف مع آثار التغير المناخي. نتابع هذا اللقاء. سعادة الوزير، شكرا على الفرصة للقاء قناة الحرة. في قمة المناخ الأخيرة في غلاسكو أطلقت الولايات المتحدة مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ. ما هي أهداف المبادرة؟ هناك نقطتان. أولا، نريد ضم عدد من الشركاء في هذا الجهد لمحاولة ابتكار طريقنا نحو التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. نحن ندرك أهمية الابتكارات ونريد تسريع قبول واعتماد التكنولوجيا في الزراعة حتى نتمكن من الاستمرار في أن نكون منتجين ومستدامين. نحن نواجه بعض التحديات الخطيرة لإطعام عالم جائع في خضم مناخ متغير. نعتقد أن الإنتاجية والاستدامة ليسا متضادين. الابتكارات مهمة للغاية، ولدينا شريك رائع في الإمارات. الوزيرة المهيري ساهمت في جمع أكثر من 140 دولة وكيان كشركاء. نحن متحمسون لمخرجات هذه المبادرة بشأن تحديد الابتكار في الزراعة ودفعه إلى الأمام. سعادة الوزير، هناك تقارير تتوقع تأثر إمدادات الغذاء حول العالم بسبب الأزمة الأوكرانية. هل هناك خطط أمريكية لتغطية هذا العجز المتوقع من القمح على سبيل المثال؟ سنواصل البحث عن فرص للتجارة. إحدى العلاقات العظيمة التي نتمتع بها في هذا الجزء من العالم هي مع الإمارات. كما قمنا بتقليل الآثار السلبية للجائحة على سلاسل التوريد العالمية، سنحاول التأكد من الحصول على الإمدادات الغذائية في المنطقة. نظام سلال الغذاء مرن للغاية ونستطيع التكيف. نأمل ألا نواجه هذه الظروف، ولكن إذا حدثت فالولايات المتحدة مستعدة للاستجابة. بوجهة نظرك، ما هو التحدي الأبرز الذي يواجه الأمن الغذائي حول العالم هذه الأيام؟ حسناً، أعتقد أن تغير المناخ والقدرة على التكيف والتخفيف من عواقب المناخ هو التحدي الأبرز. هذا يدفعنا للبحث في التقنيات الناشئة عن إمكانية ما يمكن أن تفعله تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية لتعزيز الأمن الغذائي، وكيف نتعامل مع إنتاج الغذاء في الدول العربية في المناخات الجافة وباستخدام الزراعة الداخلية. هناك فرص مذهلة لتوسيع الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام. نركز أيضا على كيفية تقليل غاز الميثان وعلى صحة التربة. أنا متفائل جدا على الرغم من التحديات، ويحدون الأمل في أن جهود المناخ يمكن أن تسمح لنا بالتعلم من بعضنا البعض. نتعاون عبر المعرفة والمعلومات بحثا عن طرق تمكننا من تسريع الابتكار الزراعي. عندما نتحدث عن الأمن الغذائي، ما هو الدرس المستفاد من الجائحة؟ حسناً، أعتقد أن لدينا نظاماً توريدياً للغذاء فعالاً للغاية على مستوى العالم، لكنني أعتقد أننا تعلمنا أنه لم يكن بالمرونة التي يجب أن يكون عليه. إننا نتعلم كيفية القيام بنظام لا يتأثر بالجوائح الصحية أو الاضطرابات. نتعلم أهمية تقصير سلاسل التوريد، ومن خلال بناء العلاقات نرى انطلاقاً من الشراكة مع الإمارات فرصة هائلة لبدء البحث في الطرق التي يمكننا من خلالها توسيع الفرص هنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. شكراً سعادتكم على وقتكم.
رفعت المسودة النهائية من مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 وحتى 2026 إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. إذن تجتمع اللجنة اليوم 22 من فبراير وحتى 24 منه بدورتها العادية 49 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل مناقشة هذه المسودة. وكانت قد صدرت عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان توصية تنص بالتحديد على الموافقة على مقترح المملكة المغربية بدمج الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في خطة موحدة تم تسميتها بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. بالتحديد ماذا تتضمن هذه المسودة؟ ما هي بنودها؟ وكيف ستوضع موضع التعميم والتنفيذ وتفاصيل أخرى نتابعها بالتحديد في تقرير من مصر. ملف حقوق الإنسان مستقبلا يعني مرهون بحاجتين: إصلاح القضاء وإنه يمشي على ما يمشيش على سطر ويسيب سطر، وإنه يبقى فيه إرادة سياسية لاحترام سيادة القانون واحترام حقوق المصريين. بعتبر العدالة مختلة وفي غياب لسيادة القانون لما الناس تتحاكم على كلام قالته لا يحمل عنف ولا يحرض عليه، ولما المحاكمات العادلة مش بس إنه حد مظلوم يعني يتحكم عليه، لكن كمان لما ظالم أو لما مجرم يتم تبرئته. وفي للأسف ده منتشر جدا في مصر، وده اللي بيخليني أخاف جدا من اللي جاي، لأنه بيحول الغضب اللي جوه الناس يعني لرغبة في العنف. إنه حد اتظلم ولم ينصف أو إنه شاف فاسد تم إفلاته من العقاب، فبيرمي باللوم على جهاز القضاء يعني بأجهزته المختلفة. ده اللي بيخلينا نقول احنا حتى سوريا والعراق اللي كان بيتضرب بيهم المثل في انه غياب يعني الفوضى وغياب الامن، ما كانش فيهم الدرجة اللي موجودة في مصر الان، اللي هي على سبيل الامثلة جرائم ارهابية بيتم اغماض العين عليها وفي نفس الوقت حبس وسجن ابرياء. احنا بنتكلم على حاجة لو بدأنا النهاردة عايزين 10 سنوات نصلحها. العشر سنوات دول الناس ما بتقعدش ساكتة على غياب العدالة، وده اللي بيهدد بعنف مش من الإسلاميين فقط، لكن كمان من شباب بينتموا للتيار المدني بتنوعاته المختلفة مع غياب العدل وانتشار الفساد والقهر. بعد ثورة يناير ويعني معاقبة والظلم اللي شاركوا فيها رغم أنهم كانوا بيطالبوا بكرامة إنسانية وبعيش وبحرية، الغضب الموجود والكراهية وكم انعدام العدالة بيؤشر لحاجات أخاف منها وما تمناش تحصل، إن يبقى عنف جاي، لأنه بدأ شباب كتير يندموا على سلمية ثورة يناير. أتمنى القائمين على الحكم في البلد ينتبهوا إن الحكم بالحديد والنار لم يعد يليق بالشعب المصري صاحب أعظم ثورة. إذن دعونا نتعرف على أحوال حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وذلك بحسب تقرير Human Rights Watch لعام 2022. نبدأ هنا بأنه يقول التقرير بأنه حوالي 38 امرأة وفتاة في الجزائر قتلنا في العام 2021، من بينهم 33 قتلنا على أيدي أزواجهن أو حتى على يد أحد أفراد الأسرة. أما في البحرين وبين يونيو 2020 ومايو 2021 تم اعتقال ما لا يقل عن 58 شخصا حكموا بسبب أنشطتهم على الإنترنت، بعدما قامت البحرين بتقييد المحتوى الإلكتروني ومنع نشر كل ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو حتى مع الدستور. أما في مصر في العام 2021 قامت شرطة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني باعتقال تعسفي للمئات بسبب نشاطهم السلمي، كما وتم إخفاء العديد منهم قسرا لمدة أيام وحتى أسابيع.
في الكويت لا يزال يتعرض العمال الوافدون ويشكلون ثلثي سكان البلد لسوء المعاملة كالحبس القسري والاعتداء اللفظي والجسدي وكذلك الجنسي بسبب نظام الكفالة الذي يتطلب حصول المهاجرين على موافقة صاحب العمل لترك وظائفهم أو تغييرها. في لبنان تواصل أيضا الحكومة اتباع سياسة إجبار اللاجئين السوريين على المغادرة رغم إعلانها عكس ذلك، وبات 90% من العائلات السورية هناك تعاني من الفقر المدقع. إذن عموما نتابع الموضوع أكثر مع ضيفنا من فيينا وعبر سكايب رئيس منظمة سام للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحمادي. صباح الخير عليك أستاذ توفيق. إذن دعنا نبدأ معك، إنه كيف تصف واقع حقوق الإنسان والحريات في دولنا العربية بالتحديد؟ صباح الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة، والشكر الجزيل لقناة الحرة على تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم والذي تأخر كثيرا. موضوع حقوق الإنسان في العالم العربي ربما لا يخفى على الكثير، خاصة من خلال الأرقام التي توردها المنظمات الحقوقية العاملة في الميدان، سواء مثل منظمة الإمينستي العفو الدولية أو الهيومن رايتس ووتش أو المنظمات الخاصة بالمرأة أو الطفولة. أصبح واضع واقع حقوق الإنسان نستطيع أن نقول أنه واقع منتهك، خاصة وأن هذه الأرقام تتحدث عن واقع مخيف. يعني على سبيل المثال لو ذكرنا فقط على حق الحياة، هنالك تقارير تتحدث مثلا في اليمن وصل عدد القتلى إلى ما يقارب 300,000، هنالك الحق في الحرية، هنالك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري، وهذا منتشر ربما في أغلب البلدان العربية وإن كان بنسب متفاوتة. الحقوق المتعلقة بحق المرأة، هنالك انتهاك إما بسبب الحروب والنزاع نزاعات مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق إلى غير ذلك، وهنالك انتهاكات متعلقة أو بأسباب متعلقة بالخلفيات الاجتماعية ربما والدينية في بعض هذه المناطق. أيضا حق الطفولة، ستجد في مناطق النزاع هنالك التجنيد الإجباري للأطفال دون السن القانونية، هنالك حرمان نستطيع أن نقول واسع لحق الأطفال من الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم، الحصول على التعليم عن بعد خاصة في ظل انتشار وباء كورونا. كثير من الأطفال ربما لم يحصلوا على حقهم في التعليم في ظل فترة الحجز أو توقيف هذه الأمور. الحقوق المتعلقة بحق السكن، بحق الرواتب. طب يعني هذا عموما يعني نظرة سريعة على تقييمك لواقع الحريات، لكن دعنا نعود لموضوع مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. يعني ما أبرز ما تضمن هذه الخطة؟ طبعا هذه الخطة جاءت منسجمة مع دعوات الأمم المتحدة، والتي بدأت هذه الخطة في عام 2005 إلى عام 2009 كمشروع أولي لخمس سنوات يعمل على تنمية المعارف والمهارات لتعديل السلوك المتعلق بحقوق الإنسان، بحيث تخلق إذا جاز التعبير رقابة اجتماعية على سلوك الحكومات والأجهزة التي تعمل داخل هذه الدول. أهم ما تضمنته هذه الخطة هي مجموعة من المحاور. أولا تضمنت قصة المحور الأول المتعلق بالمبادئ لهذه الخطة، وهي مبادئ متعلقة بالحرية، بالمساواة، بالكرامة الإنسانية، بالعالمية، بالشمولية. ثم تحدثت عن المرجعية، والمرجعية متعلقة بجميع ربما الاتفاقيات التي صدرت من الأمم المتحدة ابتداء بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي، حقوق اتفاقية الطيف للمرأة السياسية إلى غير ذلك. ثم محور الإشكاليات المتعلقة ما بين الخصوصية والشمولية، تضمين المناهج، الموازنة، عملية التنفيذ، إسهام القطاع الحكومي، إسهام المؤسسات الإعلامية، عملية تسكين هذه الثقافة، المراحل، التعليم العالي، التعليم. طيب يعني أستاذ توفيق، يعني إلى غير ذلك. لما نتحدث أنه من 2022 إلى 26، يعني هل أربعة أعوام هي كافية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية؟
لا أنا باعتقادي فترة 4 سنوات أو 5 سنوات ربما هي فترة تقييمية إذا جاز التعبير، خطوة نعتبرها في الطريق الصحيح، لكن عملية يعني تعديل ثقافة أو تسكين هذه الثقافة أو إنشاء جيل متسلح بثقافة حقوق الإنسان هذه تحتاج إلى جيل ربما إلى من 20 إلى 30 سنة، بمعنى جيل يبدأ من الطفولة إلى ما بعد الجامعة. الأسر أيضا الجديدة تبدأ بالتنشئة على ثقافة حقوق الإنسان، لكن نعتبر أن هذه الخطوة مهمة جدا، كما يقال خطوة الألف ميل تبدأ يعني مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، وهي خطوة مرحب بها، يجب أن تستمر ويجب أن تدعم على الأقل من أجل ضمان الجيل المستقبل. أي تحديات أخرى قد تعيق تنفيذ هذه الخطة؟ أنا باعتقادي أهم التحديات هي التحديات السياسية. نحن الآن أمام حكومات لم تنشأ وفق ثقافة حقوق الإنسان، ولم تأتي أيضا إلى سدة الحكم وفق الأساليب والطرق التي ضمنتها ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي هذا أهم التحدي بالدرجة الأولى. سيأتي التحدي الثاني المتعلق بجانب التمويل وإيجاد الهياكل والتسكين والطبع المناهج، هناك تحديات كبيرة، لكن لو وجدت إرادة بالفعل حقيقية يمكن أن نصل. نشكر مداخلتك معنا من فيينا وعبر سكايب رئيس منظمة سام للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحمادي، شكرا جزيلا لك. إذن كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، فأبسط هذه الحقوق هي العلاج، لكن في سوريا تستمر أزمة فقدان أدوية القلب والأعصاب في الأسواق السورية بالتحديد، والتي يعني تتجه نحو التفاقم مع غياب البدائل المحلية وتوافر الأصناف الأجنبية، وذلك بأسعار مرتفعة جدا قد تصل إلى 5 أضعاف أسعار الأدوية المحلية. نتابع. من دون جدوى يبحث عبد الناصر عن دواء لمرض القلب الذي لا يستطيع العيش بدونه، فأسعار الأدوية الموجودة لا تتناسب مع دخله البسيط، خصوصا مع فقدان الأدوية المصنعة في المعامل السورية واقتصارها على الأدوية المستوردة التي يعادل سعرها أضعاف الأدوية المصنعة محليا. والله أكثر الأحيان وقت ما بخل أدوية ما بأمنة بصير معي دوخان بدوخ، ممكن أخاء، ممكن يؤدي لوفاته، بس إيش بالإيد يعني؟ وطلع شيء باليد، وخصوصا انه حياتنا بالمخيم عباره عن تخاخين وصوبات، عموما فقر. شهدت مناطق شمال غربي سوريا اختفاء عده انواع من الادويه، لا سيما ادويه القلب والاعصاب التي اختفت بشكل كامل من السوق، على الرغم من حاجه المرضى الماسه لها، حيث اختفى المنتج السوري بشكل كامل بعد إحجام المعامل عن إنتاجه، في حين تتوفر الأدوية المستوردة التي يدخل معظمها بطرق غير شرعية. للأسف بعض الأدوية فعلا مقطوع يعني، وعم نعاني كتير حتى نوفره، مثل دواء الوارفارين مثلا مميع دم مقطوع حاليا وكميته قليلة، فهذا عم نعاني شوي فيه. بعض الأدوية العصبية كمان مقطوعة وكمان عم نعاني فيها، هي بتفيد مرضى العصب ومرضى السكر. في خطوة لتخفيف أزمة الدواء في مناطق الشمال السوري، تعمل بعض المنظمات الإنسانية على توفير بعض الأصناف من الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة من خلال صيدليات توفر الأدوية بشكل مجاني. الناس بصراحة يعني نحن ضمن عملنا بتوزيع مجال الأدوية المجانية ما معها قدرة تشتري الخبز يعني بصراحة، ولكن وقت اللي عم تيجي بتأمن أي قطعة دواء بذات الأدوية العصبية غالية الثمن جدا، عم نحس الفارق والدمعة بدها تنزل من عين أي شخص مستفيد بحيث نأمن هالدواء، وفي فقر وعوز كتير كبير على مستوى المنطقة الشمالية كلياتها. تعاني مناطق شمال غربي سوريا من غياب الرقابة على قطاع الأدوية وعدم الإجماع على هيئة موحدة بين المكاتب الطبية، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل المختصين في المنطقة، لكن الواقع الدوائي ليس منظما بشكل الأمثل لضمان الحماية وتوفير الأدوية بالسعر الذي يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود. في ظل ما تشهده مناطق شمال غربي سوريا من فقدان للأدوية لا سيما أدوية القلب والأعصاب، يخشى السكان من الأسوأ، فمنهم من يلجأ إلى ما يعرف بالسوق السوداء، ومنهم من يسعى للحصول على الأدوية المهربة، حيث إن حياة بعضهم تعتمد على هذه الأدوية. يمان السيد، الحرة، محافظة إدلب.
ننتقل إلى موضوع آخر نتحدث فيه عن التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار، والتي تعتبر مشكلة يعاني منها الكثيرين منا، وهو أمر يؤثر بصورة كبيرة على الحياة اليومية على مختلف الأصعدة، سواء كان الشخصية أو حتى العملية. والعديد من الدراسات أثبتت أنه الشخص الناجح هو القادر على اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة، وهي مهارة لا يمكن اكتسابها بيوم وليلة أو حتى دراستها، وإنما يجب على الأهل تعليمها لأبنائهم منذ الطفولة، وحتى تكون مهارة مرنة يستطيعون التعامل معها بصورة تلقائية. فكيف هي الطريقة الصحيحة لتعليمها للأطفال، وكيف يمكن المواظبة عليها؟ إذن نجيب عن هذه التساؤلات مع يعني إيضاح سريع لأبرز الطرق التي يستخدمها الأشخاص الناجحون في اتخاذ القرارات، وذلك وفق دراسة أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية مؤخرا من هذه الطرق تحويل القرارات الصغيرة إلى إجراءات روتينية. أيضا غالبا ما يتخذ الناجحون القرارات قبل الخروج إلى النوم، أو يمكن اتخاذ القرارات الهامة في الصباح الباكر، كما أنه عادة لا ينتظر الناجحون طويلا في اتخاذ القرارات. إضافة إلى ذلك، فإن ممارسة الرياضة لها دور هام في استعادة النشاط الذهني، وأيضا تشير هذه الدراسة أن الناجحين عادة ما يعودون إلى المبادئ الأخلاقية، كما أنهم غالبا ما يفكرون في القرارات السابقة. إذن نوضح هذه الطرق أكثر مع ضيفنا تفاصيل أكثر حول تنمية أيضا مهارة اتخاذ القرار لدى الأطفال. تنضم إلينا مدربة التوجيه الأسري سوسن حمزة. مرحبا بك معنا أستاذة سوسن. يعني اتخاذ القرارات كما نعلم هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأهل، وحتى هي بتقدر تغير شخصية الطفل بشكل كامل لما يكبر. يعني هل يمكن القول أنه عادة يعني هاي الصفة الطفل يكتسبها منذ الطفولة، أم جد يمكن تنميتها مع الأعوام اللي بيكبر فيها؟ هلا موضوع اتخاذ القرار موضوع ممكن يكون مكتسب منذ الطفولة، وممكن يكون حتى ممكن نقول متوارث. يعني بنلاقي في بعض المهارات موجودة عند الأهل أو موجودة عند الأطفال مكتسبينها من الأهل، ولكن يعني خلينا نقول الجهد الأكبر على تعليمها للطفل خلال سنواته الأولى. حتى لو كانت العائلة عندها مهارة اتخاذ القرار، ممكن يصيروا كثير مسيطرين بحيث أنه يعني يأثروا على الطفل بشكل سلبي، ما يخلوا ياخذ قراراته، وبالتالي هم بيقللوا من هاي المهارة. بنفس الوقت في ناس بيكونوا واعيين لأهمية وطرق تعليم الأطفال اتخاذ القرارات من خلال تعريضهم لمواقف يتخذوا فيها القرار، ومن خلال الاقتداء. يعني هذا إشي كثير مهم لما أنا باخذ قرار، أنه مثلا باجي بقول لابني أنا أخذت القرار الفلاني عشان هيك وهيك وهيك، فأنا بعطيه المبررات، فهنا شوي شوي بصير أعلمه ياخذ طريقة التفكير في اتخاذ القرار. طيب أستاذة سوسن، يعني معظم الأهل أو حتى الخبراء في بعض الأحيان بيلجأوا أنهم يقوموا بتخيير الطفل بين خيارين، يعني هل هاي الطريقة بتنجح، أو يعني ما الطريقة الأمثل لتعليم الأطفال هذه المهارة؟ هلا طريقه الاختيار بين شغلتين كثير صارت شائعه، وكثير صار في ناس يعني يشجعوها، ولكن احنا بنفضل اذا كان في خيارات، اول شيء نعطي خيارات اكبر من مجرد خيارين، لانه في اعطاء خيارين ممكن يصير في خيار وهمي، واللي هو يعني يا هاي فانا خلص بختار هاي وبريح راسي، فهنا بيكون الخيار وهمي، هو ما درس الموضوع. الشغله الثانيه انه حتى لو انا اعطيت خيارين، لو كان الطفل عنده يعني ما عنده قدرة على اتخاذ القرار، بيصير حاسس انه هو حتى في اقل شيء انه بأختار بين شغلتين مش قادر اختار، هذه تعطيه احساس بسوء تقدير الذات. الشغلة الثالثة انه بيصير بحياتهم، يعني ايش ما تطلب منهم ياخذوا قرار يقول لك اعطيني اوبشنز، اعطيني خيارين، فبيبطلوا يعرفوا هم ياخذوا قرار على مدى اوسع، او ياخذوا قرار من غير اعطاء الخيارات. عشان هيك هو اسلوب، ولكن لا نعتمده
بشكل كامل ونعول عليه انه هذه هي الطريقه في اتخاذ القرار. طب في يعني مجلة تدعى Early Childhood Today نشرت مقال إنه حول اختلاف تقنيات تعليم اتخاذ القرار بحسب المرحلة العمرية بدءا من الطفولة المبكرة، يعني خلينا نفسر أكثر هذا الموضوع. هلا لو اجينا مثلا ناخذ السنه الاولى من يعني عمر الطفل، حنلاقي انه الاختيار او اتخاذ القرار هو اتخاذ قرار فطري او بيولوجي، هو كله حول يعني احتياجات البيولوجيه، سواء امتى بده ياكل، امتى بده ينام، امتى بيشرب، فدائما هو بنعتبر انه طريقه حياته هي اتخاذ قراره بيولوجي بناء على احتياجاته. نيجي للسنتين اللي بعدهم كثير مهم انه نبدا هلا نعلم اتخاذ القرار، وهنا بنعطي الخيارات ولكن مش خيارين، نعطي مجموعه من الخيارات. بيكون الاختيار بهذا العمر هو اختيار بيعتمد اكثر على الجاذبيه، خلينا نقول جاذبيه اللون الحلو، الشكل الحلو، فلما نيجي نحط مثلا مجموعه من الالعاب 3-4-5 ألعاب ونقول له اختار، ممكن يختار اللون الاحمر، ممكن يختار الشكل اللي على شكل كره مثلا، فبيكون الجاذبيه هي بتكون عامل المسيطر. هلا نيجي على العمر الأكبر اللي هو عمر الـ 4-5 سنوات، بيكون اتخاذ القرار فيه شوية طيب. مركزية. طب في نقطة مهمة يعني خلينا نعلق عليها أستاذة سوسن، بما أنه احنا بنحكي عن اتخاذ القرار، لكن يعني في حال الطفل أخذ قرار ومن وجهة نظر الأهل هذا التصرف غير صحيح وقرار خاطئ، يعني ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة؟ شوفي، إذا القرار خاطئ أول إشي بدي أعرف القرار خاطئ جدا ولا بقدر أنا أمشي، يعني إذا خاطئ خلص لازم يتغير القرار. هون أنا ما بقول للطفل إنه هذا القرار خاطئ أو فكر بغيره، باجي وبصير أسأله هو كيف أخذ القرار، وكيف لو مثلا يعني مثلا بعطيه القرار الثاني اللي أنا بدي أوصل له، بحاول إنه أخليه يعمل مقارنة بين القرارين، فبهيئ له شوي شوي بشكل تدريجي ومن غير ما يحس اني انا بجبره، بخليه يرجع يفكر بطريقه منطقيه وياخذ القرار. اراء اخرى تقول انه ذكاء الطفل يعني ونجاحه مرتبط ايضا بعوامل فطريه ولا تحتاج حتى للتوعيه من قبل الاهل، خاصه انه احنا كثير بنشوف اذكياء وعباقره نشأوا في بيئات بسيطه. هلا اقول لك شيء، احنا اهالينا ما اشتغلوا معنا على موضوع اتخاذ القرار وما قعدوا يخيرونا وما قعدوا يعملوا، يعني ما كانش هذا الكونسبت موجود، ولكن طلع في كثير منا بيعرفوا يختاروا. هذا كان كلياته بسبب الاقتداء، لما بنشوف اهالينا كيف عم بياخذوا قراره بشكل متكرر نبدا احنا نتعلم منهم، نصير نفهم ونصير نوازن الامور زي ما هم اخذوا هذا القرار. عشان هيك احنا بنلاقي كثير ناس وخاصه الاذكياء لانهم بيكونوا واعيين، بيكونوا منتبهين الناس اللي أمامهم اللي بيقتدوا فيهم هم كيف عم بياخذوا القرار بناء على إيش أخذوا القرار، فبيصيروا شوي شوي يعني يكتسبوا هاي العادة بأسلوبهم هم. فعشان هيك أنا بقول إنه ما كتير ضروري إحنا كل يوم لازم نعمل تمرين لاتخاذ يعني القرار، مجرد إنه إحنا نطلعهم بالاقتداء الطريقة الصح. يعني موضوع مهم لأنه راح يستمر معهم طول حياتهم كيفية اتخاذ القرارات. أكيد. نشكر مدخلتك معنا مدربة التوجيه الأسري أستاذة سوسن حمزة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى اليمن، إذ يشهد قطاع إنتاج العسل فيها تراجعا كبيرا وصل إلى 50% مؤخرا بسبب استمرار المواجهات العسكرية بين أطراف الصراع، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة لمنتجي العسل وبائعيه بأنواعه المختلفة، فضلا عن أشكال متعددة من الخطورة يواجهها العاملون في هذا المجال كالمتفجرات والتقنيس. محل بيع العسل هذا في أحد شوارع مدينة تعز جنوب غربي اليمن هو مصدر الدخل الوحيد الذي يعتمد عليه مالكه فواز الأهدل، وبما أن العسل اليمني بأصنافه المختلفة يعد من أجود أنواع العسل في العالم، فقد استغل فواز هذه الجودة في سنوات خلت لبيع تجزئة في محله وجملة وبكمية متفاوتة إلى دول الخليج المجاورة والسعودية تحديدا وبالعملة الصعبة، غير أن الحرب التي تعصف في البلاد منذ 7 سنوات امتدت لتعصف أيضا بسوق العسل وكبدت العاملين فيه خسائر فادحة. العسل متأثر الآن سبب اضطراب الصرف عندنا وسبب منوعه بدخول دول الخليج بشكل عام،
والسوق الاستهلاك المحلي نوعا ما في إقبال عليه، ولكن التصدير ممنوع علينا إلا لكل شخص دبة واحدة. يعمل آلاف اليمنيين في تربية النحل وإنتاج وبيع العسل، وعليه يعتشون ويتنقلون من منطقة إلى أخرى بحثاً عن المراعي، غير أن استمرار الحرب في البلاد أدى إلى تراجع إنتاج العسل بنسبة تصل إلى 50% بسبب صعوبة وخطورة التنقل، فضلاً عن فقدان مئات النحالين الكثير من خلايا النحل جراء الصراع والنزوح. في أيام الحرب تأثر إنتاج العسل تأثراً كبيراً، بحيث واجه النحالون مصاعب كثيرة في إنتاج العسل، منها أولاً ترحيل ديانات العسل أو ترحيل الديانات التابعة لهم التي فيها أعواد العسل بسبب كثرة النقاط، فتؤثر كثرة النقاط تؤثر على المردود المادي الذي يستفيده النحال، فأصبح النحال يكتفي بمنطقة واحدة يطرح فيها عسله ثم ينتجه. لكن من قبل الحرب كان النحال يطوف كل وديان اليمن يبحث عن النحل بحيث يأتي بالعسل الجيد. أيضا هناك مناطق كانت مشهورة بإنتاج العسل حصل فيها صراع ما بين الأطراف المتصارعة، مما أدى إلى أن النحالين خسروا منتجاتهم وعسلهم. يأتي تميز العسل اليمني من تميز التضاريس وتنوع الأزهار والنباتات التي يرعى فيها النحل، كالجبال الشاهقة والوديان الممتدة والهضاب الواسعة والسواحل الطويلة التي يسخر بها البلد، ما أعطاه مناخا فريدا ساعد في جودة عطائه النباتي على مدار العام. ووصلنا بهذا لنهاية هذه الحلقة، لا تنسوا أن ترسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. إلى اللقاء.